أذكر دمانين ثلاثة. ثم قال الشيخ رحمه الله: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. والطاء طاذي والدال دالك وتاء يتاذي منه بيهاتي من طرف اللسان، لأن آخر هذا الكي لهي وحوأهام طرف اللسان. والطاء والدال وتاء سدح ذاس حرف منه من طرف اللسان إيه ومن عليا الثنايا فولا شكره إيه فولا شكره فولا شو أتقن شما لابد أن أوسو سكيسة الكه فولا البلد فولا لي كو كو حقا حليل ها نعي ما معي ولا قصو سكي دولا ميا يو دولا واي أي كو كو حقا كو كو سو حقنا ها معي ليلة معي عربي أنياب بلايا كونا ضواحك بلايا شو ما كونا ثنايا بلايا ثنايا الثنايا سيدوك هوسنا واسدة وثنايا وقوه هوس يقوه كحجة هي معيضه انت بواقلة من هو من عليا الثنايا واكاس مركا ثاسي أقيب سما. والطاء والدال وتاء منه من طرف اللسان إيوه ومن عليا الثنايا فولا شكره عليا الثنايا فولا شكره وسك إطلاقي شيخ لكن وحلو جذا جريد ذا أصل كذا منبت كذا ماشي ماشي فولا شكر صباحا فولا شكره جذها ماشي كسر بشان كسر صباحان أي عربك عردي شو قبنا إذا سد حرف ما ماشي كسر صباحا ودال يتا يطا طا دال تا تا أت طرف اللسان يو فولا شكره عردو ذا أد أت أط وإسكو مخرج مركا دالك يتانا وأنا بدوي باللغة الصومالية لكن طاضي أو حرف الطاء حلوق وقش لماذا واب الطاء أو دالك ولا الكسكوية ما حقا سلاء ذي عرب الحبرت الكيسو طاء طاء لون هاي الطاء مركا هذا عرب كوسة كيسة كأغلب وهو طرف مش اللي قرب هو الطاء مركز إسكاي لا حتى فاتح هذا مركز آخرني شو ضاد إيه دينس را ضاد ترى اختلت كل جرت يعني فوق هذا غار كودين اللي هين عرف كذا مخرج إيه سلا آخرني فاتح هذه ككع وين شو فاتح هذه ككع تاني سلا ذي ككع وين مشكلة وين مركز إسكاي لا حرف حرف كاس من خطر كالقليل وحكبها طرف اللسان طاوية طا ضان ماها دان ماها وطا هدات وحكى لويدو وطا قرن كريم ويدو دال اسك آخر أذو إلى إهدنا السراء داء المستقيم إهدنا السراء داء المستقيم أيا كفض لبضل أذو إلى إهدنا السراء داء المستقيم تأذي شيء بجري الشيخ الله رحمه ورنجري إسلام تعب أبرت اسك عجوسة اسك آخر نيسالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيا كفي عنه وذلك الشيخ يسمونه يعوذ بالله من الشيطان الرجيم ساسو رجيم الشيخ يقول لما تبرم الناس وكل وقت بريقه هل أتبع لهم على ذلك حتى ذلك مكي والمضاء هاي مكي مشايخ هاي وحالي وحباب لي يقان ما أمرك وهذا وذلك الشيخ يسمونه يا أمرك هاسو يقول بالله من الشيطان إذا كسع سنع برتا مسكين تا من الشيطان تري هذا من الشيطان يسول لويس لأن مخرج كله أقضي برجل مخرج الوجه صفة ذي بحكم مقام حرف كتاب مين تفهم من وين وحكم مقام بورجري صفة ذي حرف كي مخرج كي سواك أما كان وذات كي سوى ذي وين ما بده وين حرف بورجري عاد من الشيء ضاني له مخرج كي بما يوم مخرج كي بقى كل شيء مركم حل الربا طا طا أط أد أت وإيش مخرج مركات أصحى يا مرك حتى ذا مركات أصحى يا أما نين طاضو كهل ليش أنت أدوس حاجة واحد أسود دوي واحد ترى أد ده أد أد مرتب الدال ده دال دال دا وصو ما دمت دال هذا أنا شوف غير دال دا طا هذا أنا طا ده هذا أنا طا ده طا الكاس مركاس طا من مغنيس أما هذا طا تراه مخرج مغنيس وكبح والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا فولا شكره
والصفير وحروف الصفير حروف تفوريدة له، حرف الصفير وحروف تفوريدة وضطوي وصدح الحرف يفوريد الله سعود صدح الحرف منطقة أنا فوريد الله سعود سين يصاد يزاي مدول به صوت العصافير كجرة شنبراها قارصدة يعني وهو يصاد كأكل قارصدة زيد أكل قارصدة سين كأكل واي هذا دين يردد كله وشوجد سنين وفك فك هذا دو يريس وآذر فمنا المقع إساء ذن قرنين أما مقع عاس ذن قرنين وحد استعمال إساء حروف تن فوريدة يوضطو سبب هذا حق أسك سوجد سنين الفك سوجد هذا وسوجد سنين فهو حق حتى أفكر فهمي يا لأن سمك اللي لا إنسان كوسو لأن ليش لأن فوريدة هو تأيو ملف قرنين لكن حادات الهكذا سكون قرنين بك حروف الصفير سأسألوين حروف الصفير وصدح لها والسينك يا صادك يا زيد إيه مستكن وحيد دقيه ويكبح بوجه الآية منه من طرف اللسان إيوه من فوق الثنايا السفلى فولش هوسي عرض ويبكر كوذا سينك يا صادك يا زيد عرب طر عربك عربك طرف كيسا إيه فولش كريم فولش هوسي كركو ذا أي كبحان سينك يا صادك يا زيد لبضن قفك يكاد عانا ما إلمه يرير أركان إذا تيروس وبحين سينك مكران فين بكلين فين كمان لأن وحمش وعربك عسكن لها با مقن لبضن قفك لا سينك يا صادك يا زيد منكم الأواقك نعم ثم قال الشيخ والضاء والذال وثال العليا سدح ذا حرف ضاء يذال يثا للعليا أي لعليا الثنايا فولا شكره من طرفيهما من طرف اللسان ومن طرف العليا يعني عرفك على الديسة فولا شكره على الدودة وذال يضاء يثا سدح ذا سكبع ذا ثا ضاء انت بدل ابن قوه هيا مرينا هذا في الصومالي ضد قوه صدح ذو اسكف عين ضد فر بدل وهذا بلدان تعرف عربت قوه هذا الشيء اي دو تبدا كويس ذلك ايو يا ثالي سين بكذا سين بكذا او ذلك هنا زي بكذا يعني اذا بك اذا جاء مش كده اذا جاء بعد اذنك ولا اذنك اذنك ايش اذنك بعد اذنك اذنك ذا ولذلك مشايخ المركي عمد طلع لسان عرف هذا الصوص ذا ذا لما توين كقالت اليك صح الى اي صح وهكذا قال الشيخ رحمه الله ومن بطن الشفه بطن الشفه اي برتن كبشنت برتن كذا بطن كذا فالفم اعطي مع اطراف الثنايا المشرفه حضرنا يسا ومن بطن الشفة ويخرج حكبها من بطن الشفة يعني شفة أما بشدة هوسه برتن كذا معلوش هذا مع أطراف الثنايا فولش المشرفة سرسريسي يعني أشرف الشيء بمعنى علاه فولش كره فالفاء هاتي أي مخرج الفاء مخرج الفاء ومن بطن الشفة مع أطراف الثنايا المشرفة وفا أف أف أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى أف فا فا مخرج الفا يدل واسك سهل هو واحد بغطاء ملي حرفك سوى حرف ميسورة أو مشكلة دي سوى أو حق صفاتك همسك إيه مركلة لها الله لكن مخارج دي سوى اسك عادي ثم قال الشيخ للشفتين الواو باء الميم للشفتين وحاء هذه الواو باء الميم واو يا باء يا ميم سدح الحرف بين الشفتين بكبحان باء ميم واو وا وا بركة لبدا الحرف باء يا ميم وبانطباق الشفتين وونا وبانفتاح الشفتين أو فتحة كوية الزرتة وا لكن سدح ذو ذبة وا وشفوية حروف شفوية لين أو أبدا بشي أي كبحة باء يمين يا واو أي حق مخرج كواح مشاكل مال باب الصفات أي هذه علة جرتها شيء دولة
قال الشيخ: وغنة مخرجها الخيشوم. غننة مخرج كذا وخيشوم. غنة حرف ماء وصوت صوت ويا حرف ماء. غنة وحال إلىها وحو وصوت رعة. والله هليلة هذه قرلة سعودة نونك إيا ميمك. نونك إيا ميمك صفة الغنة إسكواتان ولا بحرف غنة إسكواتوي. غنة ذا أيا قرلة سعودة طبعا. غنة ذا وصوت كسوة بحاسا قضا. ولذلك قفك مركة أبدا ذا هاي عدك هاقا وحاقا مغضينة يعني سنكو كحرية مهر قبي سنت هاي معنى وحاو ماشي ميمك إيا نونك أيا خلط كجراوة ماشي ميم وليه لا ميم وليه ماشي نون له لنا نون وله نون لأن صفتي لسعت هي صفة الغنة هي ماشي سومري ساحرا وإنسيدات كل عين مركا نونك إيا واو نونك إيا ميمك صفتها لسعتها إيا غنة ليلة مخرج كيلو واسا غدوي ودليل كأسكحرة أفكا آخر كيسة إيا سنك إيا ماشي لغنة نفسه إيا سنقضها الكاس أيا وحاك بحا الغنة وتنون كسيدة إن صوت كاشوة إيو مثلا نون كريبا إيو أذى الوقري وكالي أما لغو إدغامه من يقول أما إخفها من شر أما ميم كشدا فأما عدى ذا سنك غابته فأم وحرت إن ما سعون كرم لأن ما شو كسوة بحب أيا خيشونك وغنة مخرجها الخيشوم تضبية منكي مخرج الكاس يقول لما ذين دبا نسو كوبينا شن موضع بانو لين مخارجته وشن بوس وحويان جوفك ودليلك هي حلقة ومقرئة هي اللسان وعربك هي شفتان وبشمها هي خيشوم وسنقضاء شن تاس تضبية من مخرج بيك رقيب سدين جوفك هل مخرج وليه هي وحانا كبحا حروف المد واللين حروف المد واللين بان نسكيلها حروف تي مدك إيا اللين جلع بيليه وسائدين شيئين وحا كحيق الحلق صدح مخرج بوليه مخرج كأوش شيء أقسل حلقي همز هابا كبحا وسط الحلقنا غي عين إيا حابا كبحا أدنى الحلق أو ماشي أوسو سكيسانا غين إيا خابا كبحا اللسان كي وعرب كي طبان مخرج ويان أقصى اللسان وعرب ماشي وش شيء مع الحنك وسقف كثيرا قاف كبحة أق أسفل منه قليلا نوا كافك وسط اللسان وعربك لحبرت كيسة أنا جيم يشين هي يابا كبحة حافة اللسان وعربك جيس كيسة إلى المنتهى حافة اللسان مع الأضراس يجوسها سقبت كولا ضاد كبحة ضاد يعني بعضنا ما أهشيد الصومال إذا قارك وتأخر بشمها وغلط بشمتك ما بحضاتك عربك على ديسنا ولا الظالين وغلط ولا الضالين وغلط وبشمها لسوق شغكه ملا دول كانوا إنه الأقاق ما بأها ضادك وكاس ضاد ولا الضاء بشمتني هذه الأقاق وغلط بشمتها سيني ولي كان أقاق ضاء 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 ولا الضالين ومن أضل ضاء ضاء نظرة النعيم ثم قال وحافة اللسان مع الأضراس أدنى منتهى الحافة وما يشاء أي كل ما تأه حافته كل ما تأه ما يشاء أوسو سكيسان لام باكبح أسفل منه قليلا النون كبح أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج اللام وحق قرآن وراد كبح طرف اللسان عرفك على الديسان هي فولشة كوري عارد جردو ذه ماشي كسر لشان دال هي تا هي طابة كبحة طرف اللسان عربك عارد ديسة هي فولشة كوري عاردو ذنا ذال هي ثاء هي ضابة كبحة طرف اللسان عربك عارد ديسة فولشة هوسة عاردو ذنا صد حرف بك كبحة أوه سين هي صار هي زاي عربك مخارج تيسين هل كاسي طبعا كي مخرج كل مادين باطن الشفة السفلى أما بطن الشفة السفلى بشنتا هوسه برتن كذا ايو اطراف الثنايا العليا اسقبتين فابا كبحه بين الشفتين لما حكبحه واو يا با يا ميم صدح ذات حرف كبحه صوت الغنه وصوت حرف ما هي اسم حكبحه الخيشوم سو سيرس كل لغه ما قبل
طبعا ان شاء الله تعالى برك هذا الدرس قال هلك عشان فلو جنين ما لكن بريت ولا بشي بوا الاسكربا دي ارضي لدداله يلي كو حل الاسكربا انت بيت الا سومر الا صحفي والله اسكت دقيسنا يعني كي ديارة ان شاء الله تعالى كان ديارة هنا هذا هج ديالي يعني اي هو وكو ارنت لا بعد اللي اسكدوني انا وحوي ان شاء الله تعالى حرف حرف بين شوي ديني يعني ابي بريت ولا قبل لا بحنا نقول هي همزه مخرج كذا واحد وانا تشكت على طول وانا تراها اقصى الحلق نقول با ما بين الشفتين هذه مرمر وحلا قبل حرف اظن انه كو سؤال لو يرى ضاء مخرج كذا حقي هو ترتيبتها سوى ترتيب الشيخ والقبرج يعني ترتيبتها سوى الله سبحانه حرفك مخرج كذا هو شيء يسأل كل واقع نقول ما حرفك كل واقع وانا تقول واقع ذا مركا هذو يرى حافة اللسان مع الأضراس هذا الضات له مشكلة واقع على حافة اللسان مع الأضراس كل واقع ضاء ضال وحل يقول هذه هذا شيء طالع حرف كذا مخرج كذا كم بحية لكن إن شاء الله بريت وأنت ندرسك إلى قليل امتحان كاسير يا كهرينية شيء أنا أقول أنه سن لا لا سعودي ولا سو حفظي ولا سو مراجعي أبيات حفظي هذا مهم لأنه علمي يعني أصلا ونثر وهذا الاسك قرنبوها مشايخ ذو حيون نظميين ويتحدى قبل يقع أولي سي حفظي شو سهلنا هذا اللي حفظني فإذا بضل ملك وأنا اللي حفظي هو وأنا سهل جدا الله ولي التوفيق وسبحانك اللهم وبحمدك